لا انا بس عشان اتفضل. ما تتهربش مننا العمليه، اه ان انا برضو في نفس الوقت بشكر زوجتي العظيمه طبعا. عشان اللقطه دي لازم ما تسرحش مني يعني. اه طب وانا يا جماعه برضو بشكر زوجتي العظيمه عشان انا برضو اللقطه دي ما تسرحش مني. لا طبعا هم لان هم اللي شايلين كل فعلا حاجه. ضحوا صح؟ ضحوا بحاجات كتير، لان احنا ظروفنا في عشقنا للنادي الاهلي العشق مختلف ده صح؟ يعني حياتنا كلها كانت جوه النادي الاهلي، مغرزين جوه النادي الاهلي. مظبوط. فدي لان فعلا احنا ضحينا بحاجات كتيره، ان النادي الاهلي هو دورنا الاساسي في حياتنا، والاسره بتتربى في احضان ناس كويسه، وانا بشكرهم، وانا بعتذر لاولادي ان انا مش ما اديت لهمش حقهم بالكامل، لكن ان شاء الله ان المستقبل.